إذن أهلا وسهلا المتتبعين قناة منبر 24، كما كتشاهدوا معنا الآن من مدينة الدار البيضاء، اندلاع حريق في أحد الشركات التأمين هنا بمدينة الدار البيضاء، حريق في الطابق الأول كما كتتابعوا معنا متتبعينا الآن. حضور رجال الأمن رجال الوقاية المدنية كذلك من أجل إخماد هذا الحريق داخل هذا المبنى ديال شركة التأمين. كما كتتابعوا معنا يعني الحريق لازال مندلع يعني في هذا المبنى كما كتشاهدوا معنا متتبعين الآن. تدخل رجال الوقاية المدنية من أجل إخماد هذا الحريق هذا داخل هذا المبنى لشركة التأمين بمدينة الدار البيضاء. رجال الوقاية المدنية من أجل إخماد الحريق. كذلك حضور سيارة الإسعاف. إذن هنا الكل قدم وساق من أجل إخماد هذا الحريق داخل هذا المبنى ديال هذه العمارة لشركة التأمين، إحدى شركات التأمين.
اذا متتبعي القناه من 24 اللي كيلتحق بنا الان، احنا بمدينه الدار البيضاء في احد الشوارع الكبرى ديال مدينه الدار البيضاء. هنا حريق يندلع بأحد المباني لشركه التامين معروفه بمدينه الدار البيضاء. إذا الحريق لا زال مندلعا هنا داخل هذه العمارة. كما كتشاهدوا معنا متتبعينا، يعني الحريق داخل هذا المبنى في الطابق الأول من هذه العمارة لأحد الشركات التأمين المعروفة بمدينة الدار البيضاء. إذا صعود رجال الوقاية المدنية إلى الطابق من أجل إخماد هذا الحريق داخل هذا المبنى كما كتتابعوا معنا متتبعينا. احكي لي شريف، انت يا كنتي يعني شنو شتي يا شريف؟ شنو شتي هنا؟ شنو انت كنتي حاضر؟ حتى هي شريف العافيه. شنو وقع؟ شنو شتي؟ قلت لها حتى شي حاجه، هذاك الشيء عمرك الموروث كبيات اللي وقع فيهم، هذاك الشيء هما الشيء اللي كاين، يعني ما كاين لا خسائر ما كاين حتى شي خساره شي حاجه. والله كون كانت حاجه مهمه خطيره غادي علاش تقريبا تخش علاش؟ ما عرفت، هي كنت دايز يلا دازت من هنايا وبان لي البوس من الاخر. أما كل شيء الحمد لله مازال كلشي مزيان. جاو رجال الوقايه المدنيه دخلوا في الوقت ديالهم، رجال ديال الامن حتى هما. هذاك يا الحمد لله.
يعني الامور كتبان لك يعني عاديه. لا مزيان كل شيء الحمد لله هو هذا، كل شيء على علم، كل شيء ناضي، كل شيء مزيان الحمد لله. شكرا شكرا سيدي. اذا كما تبعتوا معنا يعني احد الاشخاص من الماره من هنا اللي كان حاضر الحريق، اعطانا بعض المعطيات على هذا الحريق هذا اللي لا زال مندلعا داخل هذا المبنى. كما كتابعوا معنا رجال الوقايه المدنيه هنايا من اجل اخماد هذا الحريق، يعني كما كتابعوا معنا متتبعين الان هذا هو المبنى يعني اللي فيه الحريق. رجال الوقايه المدنيه يعني كيقومون بالدور ديالهم من اجل اخماد الحريق داخل هذا المبنى، يعني رجال مكتفين. كما كتابعوا معنا متتبعين قناة منبر 24 الآن نوافيكم كل ما هو جديد في هذا الحريق هنا في أحد المباني بمدينة الدار البيضاء، مباني لأحد الشركات التأمين المعروفة بمدينة الدار البيضاء. رجال المطافي داخل المبنى يقوموا بالعمل ديالهم المهني من اجل اطفاء الحريق. إذا كما كتابعوا معنا يعني حضور التقنيين وكذلك يعني رجال الوقاية المدنية من أجل إخماد هذا الحريق هذا داخل هذا المبنى السكن المبنى عفوا أحد شركات التأمين في مدينة الدار البيضاء.
إذا رجال الوقاية المدنية كما كتشاهدوا معنا متابعي القناة منبر 24 كما كتشاهدوا معنا متتبعين قناة منبر 24 تم الاستعانة يعني بهذه العربة هات انا هات